العام وجميع مشاهدي الإخبارية السورية بألف خير. بنعايد على جميع مشاهدينا ونقول عيد مبارك عليكم. سنويا عم يمر العيد بظروف أجمل ومختلفة على بلدنا الحبيب سوريا. كل سنة عن سنة عم يكون العيد مختلف بطعم الانتصار وطعم الشهادة وطعم تضحيات رجال الجيش العربي السوري. اليوم معايدتنا رح تكون مختلفة. اليوم نحن متواجدين بدار المسنين لنعايد على جميع مشاهدينا ونعايد عايد امنا الحبيبه سوريا بالعيد. يعطيكم العافيه وكل عام وانتي بالف خير. يعافيك يا رب. بالبدايه شو بتحبي توجهي كلمه معايده لامنا الحبيبه سوريا؟ يمكن الظروف اختلفت هلا. يا حرام نحن بعاد وهن بعاد، شو بدنا نعايدهم هيك على البعد؟ كل سنة وأنتم سالمين وينعاد عليكم وعليهم بقلب خير. شو بتحبي تقولي لأمنا سوريا؟ لأنه العيد يمكن صار هلأ مختلف، في كتير ظروف قاسية مرت علينا، لكن هلأ العيد بطعم الانتصار مع رجال الجيش العربي السوري. الحمد لله، لا صارت الشام رايقة والحمد لله، ما بقى في شيء مجعيز، ومبسوطين الحمد لله، وكل سنة كل سنة وهن سالمين وأنتم سالمين يا رب. ينعاد عليكم بخير. شو بتحبي تقولي لأمنا سوريا بالعيد؟ لمين؟ لأمنا سوريا، شو بتحبي تقولي لها بالعيد؟ لأمي سوريا. لسوريا الله يحميها الله ينصرها يا رب. آمين. نحن متمنين إنه دائما نسمع هيك الشيء الحلو والراحة. وجودكم أنتم. بدي أتشكرك. شو بتحبي توجهي كلمة أو معايدة بمناسبة العيد لأمنا الحبيبة سوريا؟ في كتير ظروف مرت علينا خلال الحرب، بس دائما عيد عن عيد عم تكون الظروف أحسن ومختلفة، وعم تكون الانتصارات دائما لرجال الجيش العربي السوري على الأرض. يعني نحن مرينا بظروف كتير صعبة، والبلد مرت بكتير ظروف صعبة، بس نحن بشكل عام أثبت الشعب السوري إنه كله بيحب بعضه، وإنه البلد أقوى من أي اعتداء خارجي أو أي مؤامرة خارجية. أتمنى إنه هالعيد إن شاء الله أكيد أفضل بده يكون. أتمنى الخير والسلام لهالبلد، أتمنى إنه النفوس تصفى من كل الاتجاهات، أتمنى إنه دائما تكون النية للخير. فهي الطقوس فعليا الاجتماعيه بغير بلدان بتلاقيها قليله، خصوصا بظروف الحياه والحضاره. المجتمع السوري بعده محافظ على صله، هي هي الموضوع يعني ان شاء الله هيك دائما تكون في قربه، يعني محافظه على صله القربه هي كثير شغله مهمه. اهم شيء هي الالفه، يعني عاده بالعيد في زعل في كذا، بتحسي بالعيد كل هالامور بتصفى، بتحاول كل هالعالم انها تجمع اولادها وتعايد بعضها، واللي زعلان من الثاني بيرضى، انه كله بيستنى للعيد، وخصوصا جمعات العيد الام بتلاقيها عم بتلم العيله كلها يا ستي ان شاء الله كل امهات العالم كمان بتكون منعايد الجميع، وان شاء الله الخير دائما للبلد، وان شاء الله الامور من افضل لافضل ان شاء الله. هلا شكرا لك وينعاد عليك بالخير والصحه. كمان بدي انتقل لاحد النزلاء وبدي اقول لك كل عام وانت بالف خير. شو بتحبي توجهي معايده لسوريا؟ والله سوريا حبه كتير منيحة، وكل عام وهي بخير وينعاد عليكي بالخير والصحة يا رب. آمين يا رب. يعطيك العافية. شو بتحب توجهي كلمة أو معايدة لبلدنا الحبيب سوريا؟ يمكن العيد سنة عن سنة عم يكون أجمل وعم يكون مختلف بالنسبة لنا. إن شاء الله بنتمنى عيد سعيد لسوريا وهدوء هيك، وبعد الأعداء عننا هيك، وكون بالنا هادي ورايق وكله تمام إن شاء الله. شو أجمل الطقوس العيد بسوريا بتحسيها بعد محافظة عليها؟ والله يعني عيد كتير حلو، موسم عيد ما في أحلى منه، أعياد حلوة، مواسم الأعياد ما في أحلى منها، الحمد لله جمعات العائلة وجمعات الأهل وكذا، يعني اللي ما بتزوريهم اللي يعني ما بتحكي معهم بتزوريهم ساعتها بالعيد. ربنا العالمين بحنن قلبه عليك عليهم ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت بخير. ينعاد عليكي بالخير والصحه يا رب. كمان بدي عايد عليكي واقول لك كل عام وانت بالف خير. بالف خير على الوجه الحلو. هذا صار عيد عيدين هذا بوشك عيوني. شو بتحبي توجهي كلمة بالعيد لأمنا سوريا؟ وشو هي أجمل الطقوس يمكن اللي بتمتاز فيها سوريا عن باقي البلدان؟ والله على طول عنا أعياد، نحن طول ما قاعدين هون بجنة السعادة، مو بدار السعادة، قاعدين بالجنة هون، كل يوم عنا عيد مع أخواتنا كلياتنا. هلا الطفل بتوديه على المدرسة بيفرح. احنا هون نحن اطفال كبار
بعمركم يا رب. يعني بنجتمع مع بعضنا، بنشوف بعضنا، بننبسط مع بعضنا. هذا العيد طبعاً أكبر عيد هو هي، ونحن جنة السعادة. كل عام وانتي بألف خير، وينعاد عليكي بالخير والصحة ان شاء الله. اجمعين اجمعين، والله يديم بحل بلدنا ويديم رئيسنا ويديم كل شيء يمشي بهالطريق. بدي عايد عليكي وقول لك كل عام وانتي بألف خير، ينعاد عليكي بالخير والصحة. تسلمي. ان شاء الله هيك رب العالمين بعيده على سوريا وعلى بلدنا وعلى شبابنا اللي عم يدافعوا بالعيد، هن قاعدين على الجبهة. الله يحميهم ويحمي سوريا فيهم. بالعيد يمكن شو الطقوس اللي بتلاقي بعدها سوريا محافظة عليها؟ الطقوس طبعا كلياتها بتعرفي، الحلو والمراجيح والولاد اللي بيحبوا الفرحة وبيروحوا على العيد، وبكرة بيصيروا شباب وصبايا وبيتذكروا هالأيام وبيقولوا الحمد لله اللي راحت، وبكرة بتقوى سوريا فيهم بإذن الله. شو بتحبي توجهي معايدة لأمنا الحبيبة سوريا؟ في كتير ظروف يمكن خلال الحرب مرت علينا قاسية، بس سنة عن سنة عم يكون العيد مختلف وعم يكون يمكن بطعم الانتصار. هلأ طبعا طعم الانتصار له نكهة خاصة يعني. هلأ الحمد لله رب العالمين أنه استقر الوضع يعني بدمشق وضواحيها، وإن شاء الله هلأ البقية بإذن الله بيكونوا هيك منتصرين بجيشنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله. يعايد عليك مرة تانية وقول لك كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. سوريا بألف خير. تسلمي. ألي. يمكن عم نحاول ناخد بعض الكلمات من قلوبهم الصافية ومعايدات لبلدنا الحبيب سوريا. بالختام بدي يجي لعندك وقول لك كل عام وأنت بألف خير. شو بتحبي توجهي كلمة بالعيد لبلدنا الحبيبة سوريا؟ وأنت بخير. الله خللنا بلدنا ويديما، إن شاء الله يتحسن وضعها من حسن لأحسن. يمكن كلمات من القلب صادقة، معايدات لبلدنا الحبيب سوريا. إن شاء الله يا رب كل عام وجميع السوريين بألف خير وبلدنا الحبيب بألف خير، والتحية دائما لرجال الجيش العربي السوري. كل عام وأنتوا عزنا ونصرنا.